الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعم الله تعالى على عباده تترى تتوالى، لا ينفك الإنسان عن نعم الله عز وجل في كل لحظاته وفي كل أحواله. فنعمة الله تعالى تحيط العبد وتغشاه منذ أن خلقه الله تعالى، فقد تفضل الله تعالى عليه بالخلق، ثم إنه جل في علاه أمده بأنواع من المدد الذي به تصلح حاله وتستقيم أموره. وحق هذه النعم أن تشكر، فإن الله تعالى أذن لعباده الشاكرين بعظيم الجزاء والأجر، وتوعد الكافرين لها بالعذاب الأليم، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي إن شكرتم الله على ما أنعم فإن موجب الشكر أي أثره وثمرته الزيادة، كما قال جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن نعم الله تعالى على عباده لا تختص صورة من النعم ولا تنحصر في نوع منه، بل نعم الله تعالى على عباده لا يحصونها عدا ولا يطيقون لها شكرا على وجه الكمال، إنما المطلوب هو أن يبذل العباد جهدهم في شكر نعم الله عز وجل بما يستطيعون، فما قدروا من ذلك فذاك فضل الله الذي تفضل به عليهم، وليس عليهم أكثر من بذل طاقتهم ووسعهم في شكر نعم الله عز وجل. وإذا حققوا ذلك فإنهم يدركون بذلك الأجر العظيم والجزاء الوفير من رب يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. وليعلم العبد أن الله تفضل على عبده بكل نعمة، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي أن نعم الله تعالى على عبده لا تنحصر في صورة ولا تنحد في مرحلة ولا تكون في نوع من العمل، بل أو في نوع من النعم أو في مرحلة من العمر، بل نعم الله تعالى على عباده وفيرة كثيرة متتابعة تترى. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة أي لا تصلكم نعمة من النعم إلا منه جل في علاه، هو المتفضل بها، هو المنعم بها سبحانه وبحمده. وحق هذه النعم أن يشكروها وأن يقوموا برضا ربهم في استعمال هذه النعم وفي صرف هذه النعم، فمن استعمل نعم الله في مغاضبه كان ذلك من كفر نعمه، ومن شكر نعم الله عز وجل واستعملها في طاعته كان ذلك من موجبات زيادته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعلم أن النعم منها ما تدركه وتحيط به، ومنها ما لا تدركه ولا تحيط به، ونحن أحياناً تغفلنا النعم المتجددة عن نعم قائمة ملازمة يغفل عنها الإنسان. نعمة البصر، من يشكر الله على نعمة البصر؟ كثير منا لا يفكر أصلاً بأن البصر نعمة، يظن أنها أمر طبيعي خلقي لا يستوجب شكراً ولا ثناءً. نعمة النفس نعمة، لو
حبس عنك الهوى قليلا لوجدت من الأذى ما لا تطيقه. وانظروا إلى أولئك الذين يبتلون بشيء من الأزمات الصدرية كيف يعانون معاناة شديدة لتحصيل ما يؤملون من التنفس الذي به قوام حياتهم. نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وحق هذه النعم أن نتذكر هذه النعم بذكر منعمها، أن نعرفها وأن نشكر منعمها المنعم بها جل وعلا، وأن نستعملها في طاعة الله وما يرضيه جل في علاه. موضوع حديثنا في هذه الليلة عن كفر النعمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكرها، وأن يعيدنا وإياكم من كفرها، وأن يتابع علينا إحسانه وفضله. ما هي صور كفر النعم؟ وما هي الموجبات لزوال النعم؟ نقرأ ما يسر الله تعالى من الآثار والنصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله ونعلق عليها، ثم نجيب في آخر المجلس على أسئلتكم. من عنده سؤال يكتب حتى نتمكن من الجواب إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو هذا مما هو جار على ألسنة كثير. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه الآية جزء آية في سورة آل عمران، قال الله تعالى فيها: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا في الخبر عن قوم تولوا وكذبوا وكفروا بنعمة الله عز وجل، يقول عنهم الله عز وجل: يعرفون نعمة الله، أي لا تخفى عليهم نعمته، وهم يعرفون هذه النعمة في أنفسهم وفي أولادهم وفي بلادهم وفي شأنهم الخاص وفي شأنهم العام. يعرفون أن الله هو المنعم، أن الله هو المتفضل، أن الله هو الذي من عليهم بهذه النعم، لكن لا يقومون بما يجب لله عز وجل شكراً إزاء هذه النعم. ولذلك قال: ثم ينكرونها. وبعد ذلك قال: وأكثرهم الكافرون. أكثر الخلق كافرون لنعم الله عز وجل، لا يشكرونها. وهذا خبر تكرر في مواضع عديدة، يخبر الله تعالى فيه عن حال بني آدم من عدم الإيمان وعدم شكر نعم الرحمن وعدم القيام بحقه جل في علاه، فيقول جل في علاه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول جل في علاه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ويقول جل وعلا: إن في ذلك لآية وإن أكثرهم لمشركون.
فالله عز وجل يخبر في مواضع عديدة عن كثرة من لا يؤمن به جل في علاه ولا يقيم حقه سبحانه وبحمده. فقوله في هذه الآية يعرفون نعمة الله أي يعلمون هذه النعم ويعرفون أنها إحسان ويدركون أنها من الله عز وجل، لكنهم لا يقومون بحقها. وهذه الآية في سورة النحل، وسورة النحل تسمى سورة النعم، فإن الله تعالى ذكر فيها ألواناً وأنواعاً من نعمه على عباده. ابتدأ ذلك بإنزال الوحي، فإن أعظم منة يمن الله تعالى بها على الخلق هو ما أنزله على رسوله من الهدى ودين الحق، فإن هذه نعمة عظمى. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فهذه مفتاح النعم وأعظمها. ولذلك بدأ في سورة النعم، سورة النحل، ذكر هذه النعمة قبل كل نعمة، وهي نعمة الوحي من الله تعالى للرسل في دعوتهم إلى عبادة الله وحده، وفي تحذيرهم من الشرك والكفر والخروج عن الصراط المستقيم. يقول جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والنعمة هنا شاملة للنعم الدينية والنعم الدنيوية. أما النعم الدينية فبإرسال الرسل وبالهداية إلى الصراط المستقيم وبتوضيح الطريق القويم الذي يوصل إلى طاعة الرحمن، ومع هذا هم يكفرون هذه النعم بالكفر بالرسل وعدم الاستجابة لهم ومعارضتهم وعدم القيام بما جاءوا به من الدعوة إلى الدين الحق والصراط المستقيم. كل هذا من القصور والتقصير فيما يتعلق بعبادة الله عز وجل والقيام بحقه في شكر نعمه. أما سائر النعم الأخرى فهو ما يسره من الأنعام وما سهله من الأرزاق وما يسره من اللباس بأنواعه الذي يلبسه الناس، وما سهله من وسائل النقل التي يتنقلون بها، وكل ذلك ذكره الله تعالى في كتابه في سورة النحل ذكراً مستفيضاً يقيم فيه الحجة على عباده بألوان النعم وصنوفها. لكنه يخبر عن حقيقة أن كثيراً من الناس لا يشكرون هذه النعم ولا يقومون بحق الله فيها، ولذلك قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي أكثرهم من لا يقوم بنعمة الله عز وجل شكراً وأداءً لحق الله تعالى في هذه النعم. إن كفر النعم على صور وأنواع، وهو أقسام ذكرها المؤلف رحمه الله بعد ذكر الآية فيما نقله من الآثار. فمن كفر النعم ما ذكره عن مجاهد رحمه الله، حيث قال قال مجاهد، وهو مجاهد بن جابر من أعلم الناس بالتفسير، عرض التفسير على ابن عباس من أول القرآن إلى ختمه، من أوله إلى آخره مرتين أو ثلاثة. يقول رضي الله تعالى عنه في تفسير يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هو قول الرجل هذا مالي ورثته من آبائي، هذا مالي ورثته من آبائي. وهذا أقبح أنواع الكفر بالنعم، وهو أن يجحد المنعم بها وأن يثبت استحقاقه لها، أن يجحد المنعم بها ويثبت استحقاقه لها، هذا أعلى درجات إنكار النعم. وهذه صورة من الصور التي يضيف فيها الإنسان النعمة إلى نفسه أو إلى أحد من الخلق خلقاً وإيجاداً واستحقاقاً، فهذا كفر بالله خلقاً وإيجاداً أو استحقاقاً، وهذا كفر بالله عز وجل، وهو من الكفر بالربوبية وجحود حق الله عز وجل. وهذا ما أفاده تفسير مجاهد الآية رحمه الله. أما النوع الثاني من الكفر بالنعم، القسم الثاني من أقسام الجحود، هو أن يضيف النعم إلى غير الله على وجه السبب،
هذا معنى ما نقله عن عون بن عبد الله حيث يقول قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا، لولا فلان لم يكن كذا وكذا، فيغفلون بالسبب عن المسبب، عن المسبب يغفلون بالأداة عن الخالق المتصرف المدبر الرازق سبحانه وبحمده. وهذا هو النوع الثاني من أنواع الكفر بالنعم، هو إضافة النعمة إلى غير الله على وجه التسبب استقلالاً، يعني دون ذكر الله عز وجل ودون إضافتها إليه. وهذا له نظائر كثيرة ستأتينا، لولا كذا لكان كذا، مما يرجع إلى الخلق دون النظر إلى الخالق سبحانه وبحمده. أما النوع الثالث من أنواع إضافة النعم إلى غير الله عز وجل وكفرها هو أن يضيف النعمة إلى غير الله على وجه التشريك مع الله عز وجل، وهذا معنى ما نقله عن قتيبة حيث قال هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا شرك في الربوبية، حيث اعتقدوا أن هؤلاء ينفعون ويضرون دون الله جل وعلا، فالمشركون كانوا يتوجهون إلى ما يعبدونه من معبودات لطلب الشفاعة، كما قال عنهم الله عز وجل وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيتشفعون بهم لقضاء الحوائج، وهذا من كفر نعم الله عز وجل، لأنهم أضافوا النعمة إلى غير المتفضل بها، وهو ليس سببا صالحا للإضافة، وهو نوع من الكفر بنعم الله عز وجل. إذن الكفر بنعم الله عز وجل إما أن يكون باعتقاد أن غير الله عز وجل هو الموجد لهذه النعمة وهو الخالق لها، أو أن تضاف إليه استقلالا دون الله عز وجل على أي وجه كان، استقلالا مع إلغاء النظر إلى فضل الله وإنعامه، هذا نوع من أنواع كفر النعمة. ومن كفر النعمة أن يضيفها الإنسان إلى المخلوق إلى السبب مع غفلته عن المسبب، ومن كفر النعمة أن يضيفها إلى ما لا يصلح أن يكون سبباً، فيقول هذه من فلان أو بسبب فلان وهو لا أثر له بالكلية ولا يصلح أن يكون سبباً لهذه النعمة، كل هذا من كفر النعم. وإنما تشكر النعم بأن يضيفها العبد إلى الله. قال الله تعالى في حق أولئك الذين كفروا بنعمه قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تكذبون بأن النعمة من الله عز وجل وأنه هو المتفضل بها هو المنعم بها. وهذا يقع كثيرا من بني آدم وعوا وشعروا أو لم يعوا ولم يشعروا بما يكون منهم من تقصير في شكر نعمة الله تعالى بإضافتها إلى غيره. وهذا تفسير أئمة كبرى من التابعين يبينون به صور كفر نعمة الله. مجاهد قال في بيان كيف تكفر نعم الله قال هو قول الرجل هذا مالي ورثته من عن آبائي، فيقطع النظر إلى الله عز وجل ويضيف النعمة إليه استحقاقا، وهذا صورة من صور الكفر بالنعم. الثاني قول عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، فيشتغلون بالسبب عن المسبب، بالمخلوق عن الخالق، وما هو إلا أداة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالأسباب لا تؤدي إلى النتائج حتما إلا إذا شاء الله عز وجل، فلا يضاف إليها الشيء دون الله عز وجل، بل إنما يضاف إليه سبحانه وبحمده. ولذلك كلما علق العبد قلبه بالله لم ينظر في نعمة إلا إليه. هذا لا يعني أن لا يشكر الناس وأن لا يشكر أصحاب الإحسان، بل جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس يعني على إحسانه لا يشكر الله، لكن
أن تشكر المحسن لا يعني أن تغفل عن المتفضل الذي جعله وسيلة لإيصال الخير إليك، بل لا بد من إخلاص الشكر إلى الله عز وجل وألا يكون له فيه شريك، فليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، هو المستحق لتمام الشكر. أما التفسير الثالث فهو تفسير ابن قتيبة، حيث قال هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا فيه إضافة النعمة إلى ما لا تسبب له فيها بالأصل، لا بالواقع ولا بالشرع، وهذا كفر بالنعمة. هذه ثلاثة أوجه من أوجه كفر النعم. طبعا من كفر النعم وهو ما لم يذكره المؤلف رحمه الله معصية الله تعالى فيها، فإنه من ساق الله له نعمة فاستعملها في معصية الله كان ذلك من كفر النعم الموجب لغضب الله عز وجل، فإن الله تفضل على عباده بألوان النعم ليشكروه ويقوموا بحقه فيها من الشكر ومن الاستعمال في طاعة الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: وقال أبو العباس يعني ابن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح على إثر سماء يعني مطر كانت من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر التفت إلى أصحابه وقال لهم مباشرة، يقول الله عز وجل، هذا حديث إلهي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني أصبح من الخلق، العباد هنا المقصود به جميع الخلق المؤمن والكافر، ولذلك قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. إيش معنى مؤمن بي كافر بالكوكب؟ أي مؤمن بالله بأنه الرازق المتفضل بهذه الرحمة المنزل لهذا الغيث الذي له الأمر جل في علاه، كافر بالكوكب أي كافر بما كان يعتقده الجاهليون من أن الأمطار بسبب الأنواع والفصول، وأن الذي يأتي بالمطر هو النوع الفلاني، النجم الفلاني أو البرج الفلاني، فهذا مؤمن به كافر بالكوكب الذي قال مطرنا بفضل الله، أي سبب إمطارنا هو فضل الله ورحمته، مطرنا بسبب فضل الله ورحمته، وهذا أضاف النعمة إلى المنعم، وهذا نوع من شكر النعم بالقول والعقد، بالقلب اعتقاد أن هذا من فضل الله، وبالقول هو الجهر بذلك وإبانته بإضافة النعمة إلى الله جل في علاه المتفضل بها. وأما من قال هذا القسم الثاني، لأنه قال أصبح من عبادي إيش؟ مؤمن بي وكافر، هذا بيان المؤمن. طيب والكافر؟ قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب النوء الفلاني أو بسبب النجم الفلاني أو بسبب الموسم الفلاني، بسبب الموسم الفلاني وما إلى ذلك من الأسباب التي يضاف إليها المطر، قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ويا خيبته من كفر، ويا خيبة من كفر بالله وآمن بغيره. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النعمة الجزئية وهي نزول المطر أن يكفر الإنسان نعمة الله بإضافتها إلى غيره. يقول رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث، قال رحمه الله: وقد قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، أي الله جل وعلا يذم من يضيف إنعامه إلى غيره من المخلوقين ومن الأسباب التي تكون بها النتائج
فإذا أضاف ذلك إلى الأسباب فإنه إضافة يغفل بها عن المسبب، يكون بذلك قد كفر نعمة الله ولم يقم بحق الله عز وجل. الكفر هنا إما أن يكون كفراً مخرجاً عن الملة بأن يعتقد أن الذي يخلق هذا المطر غير الله عز وجل، أو أن يكون يعتقد أنه سبب ويعتمد عليه ويلجأ إليه ويدعوه، هنا يكون قد وقع في شرك الإلهية. وإما هذا كله مخرج عن الملة، وإما أن يكون كفراً أصغر ليس مخرجاً عن الملة بأن يضيفها إليه تسبباً مع غفلته عن المتفضل بها سبحانه وبحمده. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه أي ما ينعم به على عباده إلى غيره ويشرك به، أي ويقع في الشرك به سبحانه وبحمده. قال بعض السلف: هو كقولهم، يعني هذه أمثال أخرى لكفر النعمة، وما أكثر هذا في ألسنة الناس. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني نجونا في سفرنا لأن الريح كانت طيبة وهادية لا تتسبب بإغراق ولا غيره، والملاح أي قائد السفينة أو قائد المركب حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرين ممن يضيفون النعم إلى غير المنعم بها، ممن يضيفون النعم إلى غير الله، ممن يشتغلون بالأسباب عن مسببها سبحانه وبحمده. هذا من كفر النعم. وليعلم أيها الإخوة أن إضافة النعمة إلى غير الله لها حالان في الجملة. الحال الأول أن تضاف النعمة إلى غير سبب صحيح، لا شرعاً ولا حساً، فهذا كذب وهو من كفر النعمة. هذا النوع الأول، أن يضيف النعمة التي وصلت من نعم الله عز وجل إلى سبب، لكن إلى شيء، لكن هذا الشيء ليس سبباً صحيحاً، أي لا ليس موجباً ولا هو من أسباب حصول هذه النعمة، لا في الشرع ولا في القدر والحس، فهذا كذب وهو من كفر النعمة، لأنه أضافها إلى غير المنعم بها المتفضل سبحانه وبحمده. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يضيف النعمة إلى سبب صحيح، إلى سبب صحيح. أضرب لكم مثال: الآن يأتي شخص وجيه إلى بلد أو إلى زيارة شخص معين، فيحصل خير عند زيارته، نزول مطر مثلاً، انقضاء حاجة، فيقول: هذا ببركتك، وجهك علينا مبارك وما أشبه ذلك. هذا هو في الحقيقة إضافة النعمة إلى غير المتسبب فيها، هو يوم جاء ما له دخل بنزول المطر ولا له أثر في مجيء الخير الذي لا صلة له به مما قدره الله أن يقع عند مجيئه. لكن لو جاء وعلم وجاء قضى حاجة أو جاء وحل مشكلة أو جاء وأصلح بين الناس وقيل هذا ببركة تدخلك، نعم هذا صحيح، هنا أضاف إلى سبب. لكن إذا لم يكن له تسبب بالكلية وقال: هذه النعمة، هذا المطر بقدوم فلان، ببركة قدوم فلان، هذا كذب وهو من كفر النعمة. ليش؟ لأنك أضفت النعمة إلى غير المنعم بها وإلى غير سبب، لا في الشرع ولا في الحس. والمجاملة ينبغي ألا تكون بمثل هذا الذي يوقع الإنسان في كفر نعم الله عز وجل، فيضيف النعمة إلى غير المتفضل بها سبحانه وبحمده، فينبغي الحذر من هذا. إذن الحالة الأولى أن يضيف النعمة إلى من لا دخل له في حصولها، فليس سبباً لها بأي وجه من الوجوه، يكون قوله إذا أضاف النعمة إليه يكون قوله إيش؟ كذباً وكفراً بالنعمة، كذباً على الله وغير مطابق على الواقع، وأيضاً يكون كفراً للنعمة إذ إنه أضافها إلى غير المنعم بها. الحالة الثانية
أن يضيف النعمة إلى 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 سبب حقيقي، إلى سبب له أثر في حصول النتيجة وحصول النعمة. هذه الإضافة أيضا لا بد أن يراعي المؤمن فيها أنها على أقسام. القسم الأول أن يضيف النعمة إلى سبب على أنه هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها، وهذا كفر بالربوبية، هذا كفر بالربوبية، لأن ذلك إثبات خالق غير الله عز وجل، وليس ثمة خالق إلا الله. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. فمن أثبت خالقا مع الله يفعل استقلالا عن الله عز وجل فإنه كافر بالله كفر ربوبية خارج عن الملة. هذه الإضافة، النوع الأول من الإضافة. طبعا يقول قائل: هذا بعيد ما يقع. بعيد ما يقع أو يقع، لكن هذا قسم موجود، هذا قسم وموجود. ومنه ما ذكر قتيبة عن أولئك الذين قالوا في النعمة التي جاءتهم، قالوا: هذا بشفاعة آلهتنا. هؤلاء أثبتوا خالقا غير الله، أو أثبتوا سببا لا دخل له في حصول النعمة، فهم كاذبون كافرون بالنعمة. إذن عندنا الآن أن يضيف النعمة إلى غير الله، إلى سبب حقيقي مع قطع النظر عن الله، إضافة إيجاد وخلق، وهذا لا يجوز، وهو كفر بنعم الله عز وجل. الثاني، إضافة النعم إلى سبب حقيقي صحيح مع الغفلة عن المسبب، عن الله عز وجل، وهذا جحود وكفر بنعمة الله عز وجل. ومن هذا أن يسوي بين الله وبين غيره في النعمة، أن يسوي بين الله وبين غيره في النعمة، فيقول: لولا الله وفلان ما حصل كذا وكذا، أو لكان كذا وكذا. فهنا سوى أضاف النعمة إلى الله وذكر السبب مع الله عز وجل، لكنه ذكره على وجه التسوية، والله ليس له ند ولا نظير. فلا يصح أن يسوى بالله غيره، بل يجب أن يقال: لولا الله ثم فلان، أو اذكر السبب مستقلا إذا كان سببا صحيحا. تقول: لولا فلان، وتقصد على أنه سبب، مع اعتقادك أن الله سخره وأن الله يسره، وأنه لو ما شاء الله ما كان ما نتج عن النتيجة، فهذا لا بأس به. لكن أن تذكر الله وتذكر معه آخر على وجه التسوية، فهذا لا يجوز، لا في هذا المقام ولا في غيره. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: قل ما شاء الله ثم شئت. وفي رواية: قل ما شاء الله وحده. طبعا يقول المقصود ما في القلب والألفاظ ما لها تأثير. لا يا أخي، الأدب مع الله يجب أن يكون باللفظ كما يكون في القلب، فالألفاظ هي قوالب المعاني، هي قوالب المعاني. فإذا كانت الألفاظ نقية سليمة، كان هذا دليلا على طيب القلب وسلامته وأدبه مع الله عز وجل. فينبغي أن يعتني المؤمن بهذا، فلا يقول في شيء من الأمور الحادثة: لولا فلان، لولا الله وفلان لكان كذا وكذا. فإن هذا قصور فيما يجب عليه من إفراد الله تعالى بالشكر والذكر والثناء على نعمه سبحانه وتعالى. إضافة النعم إلى السبب منفردا، إضافة النعم إلى السبب منفردا، ذكرت إن كان هذه الإضافة ليس معها غفلة عن الله فلا بأس بذلك. وقد قال بعض أهل العلم: بل إن ذلك لا يجوز، أن تضيف النعمة إلى المخلوق. مثلا تقول: لولا فلان ما انتهت المعاملة، لولا تدخل فلان ما حصل كذا وكذا مما يتعلق بخير حصلته. هذا بعض العلماء يقول إنه لا يجوز، لأنه غفلة عن المسبب، والصحيح أن ذلك جائز، لا حرج فيه إذا صح الاعتقاد بأن هذا سبب وأنه
بتسخير الله عز وجل، وأن الله تعالى تفضل على عبده بأن يسر له هذا السبب. ويدل لذلك ما في الصحيحين من حديث العباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس، استمع إلى هذا الحديث، قال له العباس: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك، ما نفعته، مات على الكفر أبو طالب، لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيسأل النبي العباس أخو أبي طالب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه أبي طالب، ما نفعته، أي شيء نفعته به؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح من نار. ضحضاح من نار يعني في نار تصل إلى كعبيه، هذا الضحضاح، الضحضاح هو الماء الذي يصل إلى الكعبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: إنه في ضحضاح من نار. هذا الحديث صحيح الإمام مسلم، إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ومقصوده لولا أنا يعني لولا شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أن يخفف الله عنه العذاب. وهذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب. لم تبلغ الشفاعة أن يخرج من النار، لأن الله حرم على الجنة أهل الشرك والكفر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن إكراما من الله عز وجل لرسوله خفف عن أبي طالب عذاب الجحيم، فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا، فهي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتفع منها هو فيما يحس ويشعر. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لولا أنا، ولم يقل لولا الله ثم أنا، لأنه مستصحب أن ذاك فضل الله وأنه عطاه، إنما ذكر السبب لأنه سأله: ماذا نفعت عمك؟ فالسؤال موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب: لولا أنا، يعني هذا من النفع الذي حصل من قبلي، هو شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عم أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. والخلاصة أن الذي ينبغي للمؤمن في نعم الله أن يشكر الله عليها، وشكر نعم الله مفتاحه أن تضيف النعمة إلى الله، فكل نعمة تصلك اعتقد يقينا أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، هل يصح أن تذكر السبب الذي جعله الله تعالى طريقا لحصول النعمة؟ نعم، يجوز ذلك أن تذكره إذا ذكرت الله وذكرت السبب، أن تذكر السبب لكن تذكره في رتبة نازلة بما يفيد عدم الاستواء، فتقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لأنك تجعلهما ندين، والله لا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا من الأدب مع الله في القول الذي يعكس تعظيم قدر الله في القلب، فمن عظم الله في قلبه انعكس ذلك في قوله، وحفظ قدر ربه من أن يقول سوءا أو أن يتكلم بما لا يليق بالله عز وجل. هل يصح أن يذكر السبب استقلالا دون ذكر الله؟ هل يصح أن يذكر السبب استقلالا إن كان السبب صحيحا؟ إن كان السبب غير صحيح فلا يصح، إن كان السبب غير صحيح فلا يصح أن تضيف النعمة إليه. ومثلنا له بمجيء شخص وحصول خير عند مجيئه، تقول خير لا دخل له فيه، تقول هذا ببركتك، هذا من إضافة النعمة لغير الله، وهو من عدم شكر نعمة الله عز وجل. أما إذا كان سببا صحيحا، فإن كنت تقول ذلك مستحضرا نعمة الله وإنما فقط لذكر السبب فلا حرج في ذلك. أما إذا كان هذا مع الغفلة عن المسبب أو أن تضيف النعمة إلى المخلوق، فهذا من كفر النعمة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم شكر نعمه، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يفتح بصائرنا على نعمه لنشكره عليها، وأن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته وصرف عنهم معصيته،
وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة.